اوضه اللبس مره تانية. والكلام عن يورجن كلوب، افضل مدرب في بريمير ليج السنه دي، اللي فاز بالجائزه بتاعت السير اليكس فيرجسون. واليكس فيرجسون طلع قال لك انا هسامحك ان انت صحيتني الساعه 3:30 الصبح عشان تقول لي ان انت فزت بالبريمير ليج. ده اللي عمله كلوب مع فيرجسون، ولكن اكيد يستحقها. في الفقره دي بيسعدني ان انا اكون معايا هشام رشاد. ازاي عامل ايه؟ انا اللي مبسوط ان انا معاك، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه زي ما البرنامج مولع الدنيا كده. ان شاء الله. احكي لنا بقى عن يورجن كلوب. هسيب لك المايك. خلي بالك انت الوحيد اللي ما بعتعقش في البرنامج ده. لا، يورجن كلوب، انا الاسبوع اللي فات لما جيت قعدت افكر، قلت ايه اللي ممكن نقدمه حلو للساده المشاهدين. انا طبيعتي ما بحبش اتحول الى مكنه ارقام ومعلومات، انا دايما بحب احاول اطلع حاجه الناس اللي ورا الشاشه تستفاد منها، المدربين وممكن المسؤولين والاداريين وكل حاجه، اي حد شغال في الكوره. بالظبط، خش في الموضوع ما تقلق. اوكي، مش محتاج انترو. خش. يورجن كلوب قصه نجاحه كلها ان هو تحول من لاعب مغمور لواحد من افضل مدربي العالم. انا من وجهه نظري، عشان بعشق ليفربول عامه، انا شايفه اخر سنتين هو افضل مدرب في العالم. مش عشان خد دوري، ساري خد دوري، زيدان خد دوري، ولكن فعلا يورجن كلوب قصه نجاح كبيره ابتداها من سنه 2001. يورجن كلوب كان لعيب مغمور، كان باك رايت في الاول، كان مهاجم، وبعد كده في الاخر لعب مهاجم ورجع لعب في قلب الدفاع، وبعدين لعب باك رايت. لعب كل المواسم بتاعته مع ماينز في الدرجة الثانية، لعب 11 موسم مع ماينز في الدرجة الثانية اهو. ده ايام ما كان لاعب، ولما تحول الى مدرب عبقري. كل اللعيبة على فكرة اللي تشوف لها صورة وهي بتلعب، بعد كده تبقى مدربين، بتبقى العكس، بيبقى بيضحك وهو بيلعب ومكسر وهو مدرب، بس هو العكس. ستريس هو اسهل حاجة ان انت تلعب، لكن لما تبقى مسؤول عن فرقة، انت مسؤول عن الناس، روحك كلها في رجل ناس. يورجن كلوب لعب مع ماينز 11 سنة، آخر 4-5 سنين كان كابتن الفريق. طبعا ماينز فرقة طول عمرها في الدرجة الثانية ومبسوطة كده، وعمر ما كان عندهم الأحلام أو نفسهم، بس ما فيش حد جه حول حلمهم ده الحقيقة. فالمهم، الإدارة لما بطل كورة سنة 2001 فكروا في فكرة مجنونة، إن هم يمسكوا الفرقة ليورجن كلوب. جماهير ماينز بالرغم إنها كانت بتحب يورجن كلوب كلاعب، وخلي بالك يا ميدو، هو بالرغم اللي احنا كله بنقوله ده، هو تاني هداف في تاريخ ماينز، جايب 52 جون، ولكن جمهور ماينز قال لك دي رساله من الاداره ان احنا مش عايزين نصعد، وعشان الامكانيات الماديه الضعيفه جبت يورجن كلوب والكلام ده كله. الا الاداره عارفه ان هو كاريزماتيك، عارفه ان هو قوي، عارفه ان هو ليدر، وكانوا مؤمنين بيه، فسابوا كلام الجمهور ده. وفعلا اول موسم ليه في قياده ماينز عمل معجزه، وصل بيهم للمراحل الاخيره. كان محتاج 3 نقط في 3 ماتشات عشان يصعد لاول مره في تاريخ ماينز للبوندسليج. حظه السيء ان هو تعادل اول ماتش، وتعادل تاني ماتش، واخر ماتش خسر، فلم نقطتين، باي باي ماينز اول سنه. بالرغم ان الناس كانت زعلانه، ولكن فرحت ان شمت ريحه مستقبل في يورجن كلوب. تاني سنه وصل من نحسه انه وصل لاخر مباراه، كان كسبان 4-0، كان لازم يكسب فرق جوان، كان كسبان اخر مباراه 4-0، ومبروك عليه الصعود للبوندسليجا. في اخر 2-3 دخل في لبس جون، باي باي يورجن كلوب وماينز عن البوندسليجا، بالرغم ان هو خلاص كان بيقرب. كان في حاله سعاده ان ابتدى الدنيا تقرب، وبالفعل في ثالث سنه عرف يخطف المركز الثالث ويصعد لاول مره في تاريخ ماينز الى البوندسليجا. وده صور الاحتفالات، لان الشوارع كلها كانت باللون الاحمر. اول مره في التاريخ ماينز يطلع للبوندسليجا. ده الوقت اللي جابوا فيه زيدان، صح؟ بالظبط. بالظبط. اول، وده طبعا العياط والفرحه. ده الوقت زيزو. بالظبط. اول لما جه طلع كلوب مع ماينز البوندسليجا، كل الناس جت قالت لك
الراجل ده هينزل، مفيش فلوس، مفيش امكانيات، مفيش اي حاجه، نفس البادجت، مفيش كل حاجه. عمل انجاز ان هو قعد قفل 11 اول سنه يعني. عمل مفاجآت، كسب فرق كبيره، لعب كره غريبه، الناس كلها كانت بتخاف من ماينز. كان دايما هشام هي يعني هي فلسفه لعبه من هو حتى وهو في ماينز من اول ما صعد، الكره الهجوميه والريتم العالي بالظبط، ولازم الوينجرز يبقوا صراع، وهو مدرسته كده وجري كتير والضغط وتلاقي الباك طالع، حاولوا ان هم يجيبوا الكره بسرعه تاني بسرعه. دي مدرسه ما كانتش حد عارفها لانه ما كانش لسه منور كمدرب، ابتدى الديب بان في دورتموند. ولكن اللي حصل هنا ان هو اول سنه ميدو قفل 11 ودخل اليوروبا ليجا. تقول لي ازاي دخل؟ عن طريق حاجه اسمها بطاقه اللعب النظيف في البوندسليجا، دخل بيها اليوروبا ليج. طبعا تاني سنه قعد فيها كان تركيزه كله ان مفيش خبرات فرقه، مفيش دعم حصل من مجلس الاداره، التركيز كله كان في اليوروبا ليج. عدى المرحله الاولى والثانيه والثالثه بشكل كويس جدا، ولكن كان سرحان في الدوري ان مفيش اللعيبه اللي تعرف تلعب على البطولتين. خرج في المرحله الرابعه من التصفيات، ابتدى يرجع للدوري، لقى نفسه في الاواخر، ابتدى يقاوم، ولكن للاسف ساعتها نزل للدرجه الثانيه. جاله عروض كتير جدا، ولكن هو كنوع من رد الجميل، ودي حاجه من الحاجات اللي الناس لازم تعرفها، ان حتى الاجانب عندهم انسانيات وعندهم ان انا الناس دي وقفت معايا والناس دي ادوني فرصه، قال لهم انا هقعد معاكم سنه ونحاول نطلع تاني، لو طلعنا اوكي انا مكمل، لو ما طلعتش خلاص هشوف حالي. وفعلا حاول، وكان الصراع على البطاقه الثالثه والرابعه، وخسر حته الصعود على فرق نقطتين، وبعد كده انتهى خلاص مشواره مع ماينز. ماينز، ونقطه مهمه عايز اقولها، ان ناس كتير ما تعرفش ان هو اصلا الماني طبعا والكلام ده كله، لكن هو محب وعاشق لليفربول من وهو صغير. من وهو صغير، وحتى جماهير ماينز وهي بتودعه شغلت له الاغنيه الشهيره بتاعت ليفربول والنافور وكل. ف دي حاجه سبحان الله ان لفت الايام ودرب ليفربول. ودرب ليفربول. جت سنه 2008، راجل جاله بايرن ميونخ، وراجل جاله هامبورغ، وراجل جاله ليفركوزن، وجاله دورتموند. بروسيا دورتموند كان في مرحله صعبه جدا، النادي الكبير اللي خد شامبيونز ليج وخد الدوري 2001 2002، كان في أزمة مالية كبيرة، ونادي كان مهدد بالهبوط وشبه أعلن إفلاسه. ابتدت الإدارة تتحرك عشان تنقذ الموقف، ولكن في حاجة أقولها لك دلوقتي، يا ريت كل الأندية المصرية تركز في الكلمة دي وتحط تحتها 200,000 سطر. إن بايرن ميونخ الغريم التقليدي بتاع بروسيا دورتموند لما فلوس. كان هيشهروا إفلاسهم، دفع فلوس لإدارة بروسيا دورتموند عشان النادي الكبير والعريق ده ما ينزلش درجة تانية. فدي حاجة نتنافس في الكورة اوكي، لكن الموضوع هيوصل لشياكة وروح رياضية لازم نتعلم. انت تخيل هنا مثلا، مش عايزين طبعا نشوفها، اهلي ولا زمالك يوصل للمرحلة دي، تلاقي الزمالك بيدفع للاهلي او الاهلي بيدفع للزمالك، نتنافس مش هيدفع حاجة خالص، هيسرقوا الشنطة. فالنقطة هنا ان دي نقطة مهمة احنا عايزين نقولها، ان نتنافس لكن في حاجة اسمها روح رياضية. ويا ريت هم دفعوا الفلوس ده، لان يورجن كلوب عمل فريق عظيم، عمل فريق عظيم، جاب كاجاوا بارقام جاب، وكان معاه ليفاندوفسكي طبعا. هو اول سنتين يا ميدو عشان ما نطولش فيها، قال الادارة دي كانت مش جايباه صدفة، الادارة عندها ازمة مالية، عارفة ان هو شاطر جدا في بناء فرقة باقل التكاليف، وبيلعب كورة دورتموند الحلوة، لان دورتموند معروف ان هو برشلونة الماني. فقال لهم انا البلان بتاعي، لان كان في نجوم كبيره لازم نمشيها سنه سنه والكلام ده كله، وابتدي احط العناصر بتاعتي، وابتدي اشغل الكشافين بتوعي، لان انتوا عايزين لعيبه في سن معين، اجي اطلع ناس من تحت وابتدي اشتغل على ان انا اجيب لعيبه من بره. وفعلا اول سنه لي وهو بيغير الجلد طلع سادس. هتقول لي سادس على فرقه بروسيا دورتموند رقم او ترتيب مش حلو، هقول لك بس بالنسبه لاخر خمس سنين كان بيطلع 11 و12 و13، يعني يعتبر ستيب اب عمله جوه البلان اللي هو بيعمله. تاني سنه طلع الخامس. دخلنا في السنه الاهم وهي 2010 2011، عمل فرقه معدل اعمارها 23 سنه. الفرقه دي
طوحت في كل فرق البوندسليجا، عمل معجزه بكل ما تحمله الكلمه. وفرقه كان صرف عليها تقريبا 38 مليون يورو. بالظبط. انت بتحب البوندسليجا بقى يا ميدو؟ ده الدوري الوحيد اللي ما لعبتش فيه. ما تجننيش، عشان انت لو عملتها كنت هتبقى انت واحد روماني الوحيدين اللي عملوها في تاريخ الكوره، لعبته في الخمسه الكبار. ما انا ما اعرفش، بس جالي، تصدق جالي، كان بيجي لي عروض في المانيا، عمري ما يعني جالي قبل كده من هامبورج، يعني مارتن يقول هو ماسك هامبورج، بس كنت انا رجعت روما. جالي هامبورج عرض كويس جدا، وكانت فرقه كويسه، كان فيها فاندرفارت وكان فيها دانيال فان بويتن. انت من ضمن التسعه اللي لعبوا في الاربعه الكبار. في واحد روماني هو اللي لعب في الخمسه، كان نفسي تروح عارف لو كابتن حسام ولا كابتن احمد حسن عندهم الفيزا كانوا راحوا. انا كنت هروح، انا كنت عايز اروح والله. كنت عايز اروح هامبورج مع مارتن يول، بس ما الموضوع ما مشيش، مش فاكر يعني. لا فالحمد لله هو دوري حلو يعني. فالمهم بال 38 مليون يورو قدر ان هو يجي يعمل فرقه تكسب الدوري وتوحد بمعنى الكلمه. وهو كان مشهور انه بيخسر ماتشات فاينلز كتيره، خسر فاينل كاس بالظبط، ده اللي احنا هنوصل له. سنه موسم 2011 2012 الناس كلها قالت لك ده ناس صغيره وهيتغروا وبتاع، ابتدى اول الموسم ميدو فعلا اول ثلاث مباريات خسائر. نزل المركز ال 11. كله قال وداع بقى. كان فاضل 28 مباراه على نهايه الدوري. طوح. ما خسرش ولا نقطه وقفل الدوري اول وخد الدوري الثاني سنه على التوالي ب يعتبر اصغر فريق في تاريخ البوندسليجا يحصل على البطوله. واستطاع ان هو يكسب طبعا احترام جديد، دي صور وهو معاه درع البوندسليجا، والسنه دي ما خلصتش على كده. السنه دي خد كاس المانيا برضو، كسب بايرن في النهائي وعمل لاول مره في تاريخه. شفت الفيديوهات اللي هي اللي نوير بيلعب سيت ابس بالدرع الدوري؟ عاقلين انا كل الاجوان، اجوان عاقل الحمد لله، انا الوحيد اللي عاقل. ده صور ان هو وانجازات كبيره جدا مع دورتموند، ثم بعد كده طبعا ال 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 الذكاء اداره ليفربول في النهايه تختار مدرب بيعرف يبني فرقه من باقل الامكانيات طبعا، سواء عملها في ماينز عملها في دورتموند، فخلاص اصبح في السي في بتاعه كريدت انف كريدت او 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 ما يشفع له لاداره كبيره زي اداره ليفربول ان هي تديله مفاتيح النادي وتسلم ايديها طبعا وتشتغل. ولان دي ده الدرس اللي انا عايز اطلع منه يا هشام. ليفربول لما تعاقدوا مع يورجن كلوب كان اوريدي عندهم برندن روجرز، كانوا اوريدي يعني كانوا قريبين جدا من ان هم يفوزوا بالبريمير ليج. فرق نقطتين. بالسلايد الشهيره بتاعت ستيفن جيرارد لما وقع في ماتش تشيلسي، وكانوا قريبين جدا ان هم يمشوا برندن روجرز ويجيبوا يورجن كلوب. كان مهم جدا ان الاختيار من البدايه يبقى صح طبعا، وهو ده الدرس للانديه، ان الاختيار لما تكون انت مقتنع بيه، الاختيار لما تكون مقتنع بيه بتفضل مدعمه طبعا. وهي دي المشكله اللي بتحصل عندنا في الانديه عشان عارف ايه بتقول ان ان الانديه بتبقى جايبه مدرب وهم ايه يكتموا بيه الجمهور بس، لا 50-50 يعني، حتى مش موضوع، لا حتى الانديه مش الجماهير، اللي هو ايه في اربعه على الترابيزه راضيين وخمسه مش راضيين، ولا العكس خمسه راضيين. هو انا جايبك ليه؟ مع اول دروب تلاقي الناس اللي ما كانتش راضيه، شفتوا احنا كنا صح بتاع، انما الامور بره لما بيتاخد قرار بيتاخد على اسس علميه طبعا. الراجل ده بيلعب كره هجوميه كره دفاعيه، انا مدرستي الراجل ده يناسب الستايل بتاعنا طبعًا. الراجل ده يناسب السكواد بتاعنا، الراجل ده عمل ايه قبل كده. فلما بتاخد القرار صح بتقدر ان انت تقتنع وتقدر تكمل. عشان كده انا عايزك تكملي بقى قصته مع ليفربول. الراجل راح ليفربول في وقت اول حاجه في البريس كونفرنس طلع عليه ذكي جدا، قال لك ايه؟ طلع قال للناس انا عايز تتحولوا من داوترز لبيليفرز، من مشككين او ناس عاب شكوك لناس بتصدقوا بالظبط. وشكر في كل المدربين اللي فاتوا، قالوا الاداره كانت عامله اللي عليها والمدربين كانوا عاملين اللي عليهم، ولكن القصه ان كان لازم يبقى في سيستم، لازم المدرب والاداره يبقوا في ظهر بعض، ده ما يبقاش شغال في اتجاه وده ما يبقاش شغال في اتجاه، ودي المشكله. وكان واضح واستلم طبعا في ظروف صعبه جدا، مش ماديا، استلم في ظروف ان انت جمهور ليفربول وانجلترا ليها، انت راجل فاهم يعني ايه شراسه الجمهور في انجلترا والميديا في انجلترا، والراجل عشان كده خد مدرسته الوضوح، قال لهم انا بعمل بلان
طويل. اول سنتين انا بغير جلد الفريق. هنحاول، لكن انا ما حدش ينتظر مني حاجه. انا اول سنتين بغير جلد الفريق، لكن اللي عمله كان معجزه. الراجل ده اول يوم مسك فيه ده هو ليفربول. اول حاجه قال لهم في بريس كونفرنس قال لهم ان انا هاخد الدوري في السنه الرابعه بالظبط. ده بقى اللي انا عايز اقوله لك، ان هو لما جه مسك اول سنه او اول جزء بعد روجرز لما كمل، وصل فاينل الرابطه ضد سيتي، خسر ضربات جزاء وسيفيا. هنا بالرغم ان هو كان ماضي 3 سنين قعده، راحوا مجددين له عقده 6 سنين ل 2022 بالرغم ان كان عقده لسه موجود. انت ايه طلباتك؟ عايز ايه؟ قال لهم انا راجل هبتدي انافس على البطولات من السنه الثالثه، وهبتدي احصل على بطوله من السنه الرابعه. وبالظبط قال لهم انا اهم حاجه عندي السنه الجايه ان انا اطلع رابع الدوري عشان اشارك في الشامبيونز ليج، الدعم مع دعم النادي مع السبونسرز مع البث مع الكلام ده، عشان نعرف احط بلان ان انا اشتري اللعيبه اللي انا عايزها. وبالظبط في 2016 2017 عرف يطلع رابع. دي السنه اللي ابتدى يجيب فيها مانيه فينالدوم وماتيب من المانيا، وعمل كوره محترمه جدا وطلع رابع. السنه اللي بعدها 2017 2018 جاب محمد صلاح، جاب روبنسون من هال سيتي 9.5 مليون، ودلوقتي انت بتتكلم في لعيب قيمته تقريبا 75 او 80. وجاب لعيبه تانية، طلع ارنولد وطلع لعيبه طبعا كتير. وطور من هندرسون طبعا، ولما كوتينيو مشي غير طريقه اللعب طبعا. عمل حاجات كتيره جدا ذكيه هنبتدي نتكلم عليها. وفي سنه 2017 2018 ليه جمهور ليفربول كان فيه معجزه، ان الراجل ده عرف يوصل فاينل تشامبيونز ليج قدام ريال مدريد، وكان ند قوي جدا للاصابه الشهيره بتاعت محمد صلاح وراموس اللي نفسيا اثرت شويه، بس الناس عرفوا يلموا نفسهم جوه الجيم وقربوا، لغايه لما جه الكارثه لويس كاريوس اللي هو تسبب في الجنين. حارس الالماني بيعيط هنا وده. بس انا عايز قبل ما ارجع، انا مهم جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله، لان اتمنى ان مجالس ادارات الانديه عندنا في مصر يبقوا يتفرجوا علينا. الراجل يورجن كلوب جه قال انا عندي بروجكت، عندي مشروع هشتغل عليه، المشروع ده هحقق اهدافه من اول ثالث سنه. بتتكلموا في نادي ايه؟ نادي عظيم، ليفربول نادي عظيم، هنا يتضرب يعني من ثالث سنه، والناس فضلوا مصدقينه وشافوه ان هو شغال من اول 6 شهور شغال صح. كان عقده ناقصه 3 سنين، لما شافوه شغال في الدايركشن والاتجاه الصح 6 شهور تعالى راحوا مدينه 6 سنين كمان. ليه؟ عايزين يوصلوا رساله للعالم ولكل الناس ان الراجل ده احنا بنامن بيه، ده سبب نجاحه. اريجو ساكي في في في, في اخر الثمانينات وبدايه التسعينات، اول 6 7 ماتشات في الدوري مع فرقه الميلان العظيمه بيخسر. راح برلسكوني جايبه، عملوا مؤتمر صحفي فالناس كلها افتكروا ان هم هيعقلوه، راح مجدد له عقده 3 سنين، كسبوا الدوري وكسبوا كل البطولات وعمل الفرقه العظيمه بتاعت الميلان. وعلى فكره بمناسبه اريجو ساكي هيكون معانا قريب جدا في اوضه اللبس باذن الله، المدرب العظيم يعني، وتواصلت معاه وهو الراجل وافق ان هو يكون موجود معانا، راجل طبعا عشان موسوعه كبيره جدا. لكن الدرس اللي احنا عايزين نقوله لكم ايه؟ واسمعونا يعني النهارده اللي نجح سولشكاير ايه؟ مع اليونايتد النهارده بيطلعوا ثالث وبيوصلوا للتشامبيونز ليج بعد سنين من الغياب. ان الراجل ادواردز ده كل الناس بتقول له سولشكاير لازم يمشي مش هو الراجل الصح وبتاع، هو بيقول لهم لا هو الراجل الصح، هو جايبه وشافه شغال بالسيستم اللي هو عايزه، فضل مآمن بيه وسايبه ريحه مانشستر فيه بالظبط. تشيلسي النهارده بتنجح ليه؟ لان بتجيب مدرب حتى مع الصعوبات بتفضل مآمنه بيه. النهارده فرانك لامبرد بيعمل انجاز كبيره. كل ادارات الانديه اللي بتستعجل على مدربين وبتمشيهم بيحصل لهم عطله 3 4 سنين قبل ما يقدروا ان هم يردوا تاني. وده الدرس، درس اداره ليفربول هشام ويورجن كلوب طبعا. ان الراجل بعد كده هشام هيكمل لنا بقيه الحكايه، ان ازاي ان هو صبر الاداره عليه هو اللي خلاه يقدر ان هو يوصل للانجازات بتاعته. امثله كتيره جدا في اوروبا وامثله كتيره جدا موجوده عندنا، ولسه ادارات الانديه بيمشوا مدربين عشان خاطر وكيل لعيبه بيكلمه يقول له طب ايه رايك ان احنا نجيب فلان، ده بيمشي خاطر الاعداد هيجي بمرتب اقل او بتاع. لازم كل الانديه يبقى عندها بروجكت، عندها مشروع، وتجيب مدرب يامن بيه ويفضل في ظهره
ويفضل شغال معاه، ولما الناس كلها وما بقاش الموضوع كلام بس، في رؤساء انديه بيطلعوا يتكلموا بس يقول لك احنا في ظهر المدرب، احنا رؤساء انديه قليلين جدا اللي بيقفوا ورا المدربين في الوقت الصعب، لان كل مدرب هيجي له وقت هيبقى عنده وقت صعب هيقع الفرقه فيها مشاكل الفرقه. المدرب ده عامل زي الترزي يعني، بيفصل حاجه شغال، وهو الوحيد اللي شايفه، هو اللي جوه المطبخ. ممكن لاعبي يميدوا يغيروا خطته زي 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 فان دايك. هو ايه اللي عمل بقى لما فان دايك كان عايز يجيبه واتاخرت شويه؟ اداره ليفربول قالت له اشتري اي مدافع في العالم. قالوا له ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم انا عايز ده. هو في فكر عايز ينفذه مش اي لعيب. ما هو لما جه مسك ليفربول في الاول كان فيها بالوتيلي وفيها نجوم كتير، هو عايز نوعيه لعيب، هو مش دول وحشين، وعايز نوعيه لعيب. هو دايما عنده رئتين شمال ويمين، صلاح وماني، عنده حد كوير في نص الملعب، عنده بلان ونوعيه لعيبه. ممكن الاداره تقول له ايه ده انت عندك بالوتيلي وعندك فيرمينيو وعندك مش، لا لازم تسمع وتنفذ كلام المدرب عشان تاخد منه نتائج. احنا عندنا المدرب يا هشام، هو ومش بقول كده عشان انا مدرب، المدرب دايما هو اللي على المسرح، وتلاقي الناس كلها اللي حواليه في النادي قاعدين وايه بيضحكوا عليه، فاهمني؟ هو اللي على المسرح كانه هو راجل الكلاون، هو الراجل اللي قاعد على المسرح وهو اللي في وش المدفع وشغال، وكان الناس او اي اخفاق هو ملوش اي علاقه بالناس التانيه دي. يعني الناس التانيه دي مش احنا مش معاك، احنا في معظم الانديه عشان ابقى معاك. والمدرب هو اللي بيشيل كل مشاكل النادي، يعني هتلاقي النادي فيه مشاكل في كل حاجه، مشاكل في الفلوس، ومشاكل في ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقات، ومشاكل في ان ما فيش كذا، وان مشاكل ان ما فيش تخطيط، وان ما فيش اي بلان ولا اي حاجه، وفي الاخر المدرب هو اللي بيبقى الضحيه. رغم ان احنا على فكره عايز اقول لك حاجه، احنا في مصر عندنا مدربين كتير جدا كويسين ومدربين اصحاب فكر كويس، وهتيجي تقول لي طب ازاي ده، دي مش كره، دي الكره اللي احنا بنشوفها وبتاع. هم برضو مدربين مظلومين ليه؟ لان امكانيات اللعيبه في اوقات كتيره جدا ما تساعدهمش ان هم ينفذوا الافكار بتاعتهم. طبعا فتلاقي النهارده مدرب ايه يقول لك انا النهارده لو حاولت اعمل افكار متطوره، وده ذكاء، متطوره عن اللعيبه اللي موجوده معايا دي هفشل. صح. هفشل. وفي مدربين كتير عايشين بالمبدا ده، ان انا النهارده امكانيات اللعيبه بتاعت مصر، امكانيات اللعيبه بتاعت مصر ما تستحملش اي افكار متطوره. زي زمان يا ميدو، زي اقول لك مين؟ زي مثلا كابتن طارق العشري. زي كابتن طلعت. لسه اقول سبحان الله. كابتن طارق العشري واحد من احسن المدربين في مصر. طبعا. وانا راجل بحترمه وبقدره كتير جدا. هتقول لي ازاي ده راجل دفاعي، ده راجل كذا وكذا 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 بتاع، هقول لك لا، هو واقعي. هو راجل عارف الفرق اللي بمسكها، دي واقعي زي ما انت بتقول. فرق واللعيبه دي ما تستحملش ان هي تبني هجمه من تحت. ما تستحملش ان هي الباكين بتوعهم يطيروا. ما تستحملش لعيبه نص الملعب بتوعهم ما يستحملوش ان الواحد لو ما باكات الجنب تطير، ان هم عندهم القدره البدنيه ان هم يغطوا مكانهم بشكل كويس. ما عندهمش. فبيجي النهارده يعمل ايه؟ بيدروب باك وبيرد وبيلعب على الهجمه المرتده، وبيحاول يستغل الكور الثابته بشكل كويس جدا، وبيحاول يستغل ذكائه في معرفه مشاكل. عمل من الاوت خطوره طبعا. ولما قدر ان هو يبني فرقه مثلا بقول لكم مثلا على طارق العشري مثلا، لما قدر ان هو يشتغل مع فرقه زي حرس الحدود من الاول، الفرقه اللي عمل معاها انجازات كويسه جدا، وقدر ان هو يلعب غير طريقه اللعب من 3 ل 4 لو فاكر، راح 4 4 2 ولعب باحمد عبد الغني وعمل هو اول واحد لعب شبه باربعه في الوقت ده، وقدر ان هو يلعب الكور الطويله وياخد الكور الثانيه ويلعب كور مباشره في ال 18 وبتاع، قدر ان هو يعمل ايه؟ فلوسفي ستراكشر استراتيجيه للعب. يبقى ده معناه ان هو ايه؟ مدرب ناجح. طبعا في امثله تانية كتير عندنا. كابتن طلعت يوسف مدرب ناجح، رغم ان هو اتطور بشكل كبير جدا مع الاتحاد. بقى بيقدم كره هجوميه بشكل اكبر. ايهاب جلال مدرب ناجح، ليه مدرسه واضحه. كل المدربين عندنا. كابتن حسام حسن مدرب ناجح، هتلاقي فيه جمله بتتعمل على طول مع حسام حسن، الضغط العالي الموجوده في كل حته بتاع عنده هويه، عنده هويه ايدنتيتي موجوده. النهارده المدربين دي بتتظلم عشان في ايه؟ ومش عايز انسى حد، انا اسف لو نسيت حد، كابتن شوقي غريب، كل المدربين. النهارده عندنا مدربين كويسين، لكن المدرب هو اللي بيشيل، مشاكل النادي كلها. للاسف ان اسهل حاجه بالنسبه للناس في مصر، شكرا انت ليك شرط جزائي. انت دلوقتي مدرب ماسك فرقه. الجمهور بيجي يلومك على لعيبه ما بتقبضش بقى لها 7-8 شهور. او لعيبه مش انت اللي جبتها، او لعيبه بقى لها 3-4 سنين. لا ده انا بكلمك، سيبك من دي.
انا بكلمك لعيب مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يدفع اقساط مدارس ولا عربيات بقاله 7 شهور، فهو هنا بره اصلا دماغه مش موجوده معاه، مش موجود. لا ده ميدو عمل نتائج وحشه امشي. طب يا جماعه فين المشاكل؟ ما حدش بيحاول يحلها. لا والمدرب اللي بعديه بيجي بيعيش في نفس المشاكل بالظبط. كمل لنا قصه كلوب، لان احنا وصلنا، واقول لك افكرك احنا وصلنا ايه. وصلنا للتعديل الاخير او الفيرجن الاخيره اللي بقى جاب فان دايك وجاب اليسون. اول حاجه عملها بعد لويس كاريوس، اول حاجه عملها في 2018 2019 ان هو تعاقد مع اليسون بيكر من روما. هنا هنقول قفل فرقته بنسبه 99%. انا لغايه دلوقتي مقتنع، هو طبعا يورجن كلوب، ان هو محتاج حد جنب فان دايك عشان الفرقه تقفل تمام، ولكن هو بالنسبه له بالظبط، هو بالنسبه له مقفل 100%. هو بيقولوا ان ماتب هيروح على باريس سان جيرمان، بيقولوا يعني، ولوفرن مشي. لوفرن ولا لانا مشيوا بالظبط، راح برايتون، واحد راح سان بيترسبرج. المهم 2018 الدنيا تحولت تماما، اشتغل قطر في الدوري خلاص بقى. هو خلي بالك النقطه اللي عايز اقولها ميدو، ان هو لما جه خسر الفاينل كان في حاله زعل. هو عشان مدرب بلغه الكوره صايع، خد الحزن ده حوله الى قوه. قال لهم احنا لسه ناس متجمعين، في لعيبه جت السنه اللي فاتت ولسه لعيبه جت ومفيش وقت وبتاع، وعرفنا بالرغم ان احنا بنحاول نتجانس ان احنا عرفنا نوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا. السنه الجايه احنا هنعض في اي حد، وده اللي حصل. اشتغل زي القطر، في كسب بعد كده الشامبيونز ليج وخسر الدوري بفرق نقاط قليله جدا، نقطه عمرها ما حصلت ان في فرقه توصل للنقطه 97 وما ياخدش دوري. السنه اللي بعديها بيكسب رغم الديسابوينتمنت خساره الدوري، بيكسب البريمير ليج بفرق نقاط رهيب، وبيفوز باحسن مدرب، اقوى ديفنس كمان، واقوى ديفنس واحسن مدرب في البريمير ليج. وعايز اخد عشان من كلامك، لان انا مهم جدا بوجودي، ان انا زي ما قلت لكم انا مؤمن ان جزء من رسالتي في البرنامج هنا ان انا انقل خبرات دراستي واللي انا بشوفه لكل الشباب والمدربين الشباب والناس اللي عايزه تبقى مدربين، لان في شباب كتيره جدا نفسهم يبقوا مدربين ومش لاقيين الفرصه، يبداوا ازاي. فانا هنا في اوضه اللبس خدت قرار ان انا كل اسبوع هعمل لكم نقطه تكتيكيه نتكلم عليها، واوريكم ان ازاي المدربين بره عندهم افكار، الافكار دي محدش بيشوفها الا اللي عارف. انت مش هتركب عربيه عشان مش تركب عربيه تقول لهم انا وهتعرف تسوق من غير ما تتعلم تسوق. فعايز اوريكم ازاي يورجن كلوب صنع حاجه اسمها مصياده الضغط. مصياده الضغط اللي هي ايه؟ ان في طرق بتعملها، ان انت بتعملها عشان تخلي الفرقه اللي قدامك ما تعرفش تلعب كوره. الناس بتستغرب ازاي ليفربول بيقدروا يقطعوا الكوره وان هم يشتغلوا. عمل ايه يا هشام؟ دي الطريقه اللي اشتغل بيها السنه اللي فاتت الفيرجن الاخيره من الضغط او الشيب بتاع فرقه ليفربول. لما فرقه بتلعب بتلعيبه 2 ارتكاز زي ما حضراتكم شايفين، الفرقه اللي قدام بتلعب بلعيبه 2 ارتكاز اللي هي الفرقه البيضاء، دايما بيخلي فيرمينيو ان هو مواصل نفسه عشان انا اسف انا مش عارف اتقل حاجه لا مش تقع ان شاء الله، ان الفرقه موجوده هنا، موجودين هنا وفي لعيبه 2 ارتكاز وفي هنا الناس دي بتبدا الهجمه، بيخلي دايما فيرمينيو مواصل نفسه ما بين ال 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 ال, ال, ال الاثنين لعيبه السنتر باكس وهم بيبداوا الهجمه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام. لو رجعنا شفنا على الشاشه يا شباب، فيرمينيو هو السنتر فورورد اللي هنا، صلاح الناحيه الثانيه الرايت فورورد، ده دايما بيوصل نفسه ما بين الفول باك وما بين السنتر باك، والناحيه الثانيه نفس الكلام، ماني مواصل نفسه وبيروح زائق الاثنين لعيبه. نجيب الصوره اللي بعديها يا شباب، بيروح زائق الاثنين لعيبه بتوع نص الملعب، بيزقوا على الاثنين لعيبه بتوع الدايره. يبقى كده هو عمل ايه؟ الراجل اللي معاه الكوره ده ما عندوش حلول، لازم يلعب الكوره الطويله. الاثنين لعيبه بتوع الدايره بتوعه هشام لو لعب من القلب اتضغط عليه بالظبط، لو لعب الكوره على جنب، لو اتلعب الكوره على جنب، نخش في الصوره اللي بعديها، بيروح عامل ايه؟ بيروح عامل له بقى دي المصياده. الكوره راحت على جنب، بيروح اللعيب اللي ناحيه الكوره بيروح زائق، ويروح الراجل اللي هو مانيه موجود بيضغط عليه، والباك ضاغط، كلهم ضاغطين موجودين عليه، وبقى كمان معاه واحد رابع بيضغط معاه. مين هو هشام؟ عارف مين؟ الخط.
دايما بيقول لك الكره لما تروح على جنب هو انسب توقيت ان انت ايه تروح تضغط. ليه؟ لان الخط ده يعتبر ايه؟ يعتبر واحد معاك، لان هو خلاص مش هيقدر يشتغل عليه، وبيروح عامل شيفت شغال في الحته دي عشان يقدر ان هو يضغط ويستخلص الكوره. هي دي ايه؟ هي دي مصياده الضغط اللي بيصنعها ليفربول. الموضوع مش موضوع ايه؟ لعيبه بتنزل الملعب وبتقول لهم نفس الكلام يا شباب، لما الكره بتتلعب على جنب الناس بترحل خلاص، الناس دي كلها ما بقاش عندهم اي فرصه ان هم يطلعوا بالكره عشان ليه؟ لان هو قفلهم من هنا. لو رجعنا تاني يا شباب، قفلهم من هنا من القلب ان هو ايه؟ مفيش لعيب فاضي. الناس بتستغرب ازاي مفيش حد عارف يلعب قدام ليفربول. الناس دي بتشتغل من البري سيزون، من اول يوم، ان ازاي نضغط مع بعض، ازاي ان احنا نعمل مصيده الضغط، ان هي اول ما تخش في حته معينه ونقدر ان احنا كلنا نشتغل ان احنا ايه طبعًا. ان احنا نضغط بالشكل ولما بتتقطع بتلاقي ناس، في حد متطرف يمانيه صلاح، هم عارفين انت مغمض ان انا هاخد الكره هلعبها بقى بعد ما اقطع الترانزيشن. في حاجه اسمها الترانزيشن، التحول. واتمنى يا شباب ان يبقى في المدربين الشباب واي حد دايما في الكرة، انت تقدر تتعلم من اي حد، حتى اصغر منك، اكبر منك، مستوى اقل منك، مستوى اكبر منك، وهو ده اللي بيخلي المدربين ان هم يتطوروا. دايما اتعلم وحاول تحاول. زيدان وبيلسا، زيدان بيروح يقعد معاه، وجوارديولا وبيلسا وكل الناس. فالنهارده ده الشكل اللي بيضغطوا بيه. طيب لو جه ليفربول بيلعبوا قدام فرقه بتلعب بلعيب واحد على الدايره، الضغط بيتغير كله. يعني دايما انت بتلعب بفرقه ايه؟ يبقى فرقه بتلعب اتنين لعيبه على الدايره، يا فرقه بتلعب بلعيب على الدايره واتنين قدامه. اوريكم بقى بيعملوا ايه. بيروح نفس الكلام، الناس الرايت وينجر اللي هو صلاح وماني موجودين عشان الباكين ما يستلموش. طيب بيروح عامل ايه بقى هشام العكس؟ الناس دي بتلعب اهو بواحد كده واتنين كده، تمام؟ بيروح عامل ايه يا شباب؟ بيروح لعيب الدايره بدل ما هو كان هنا زي ما شايفين قدامنا هندرسون اللي هو الديفنسيف ميدفيلدر، بيروح زاق على ده، والاثنين دول ياخروا سنه مكانه. لو من الثلاثة بيلعبوا على خط واحد زي ما احنا شايفين. فبقى حصل ايه برضه يا هشام؟ ان الراجل ده اتعمل له ايه؟ مصيده. الصوره اللي بعديها فين يا شباب؟ هي دي، هو ده اللي حصل. قدام تشيلسي جورجينيو قعدوا يدوروا عليه طول الشوط الاولاني مش عارفين يوصلوا له. الناس اللي بتتفرج على التلفزيون ممكن يقول لك ايه؟ ده يا عم ده تشيلسي وحشين. لا، تشيلسي مش وحشين، ليفربول عارفين هما بيعملوا ايه. ايه الناس اللي بتلعب قدامنا دي بتلعب ازاي؟ بيلعبوا بالطريقه دي، يبقى الراجل لعيب نص الملعب هيضغط على ده ودول هيسقطوا عشان. تمام؟ ساعتها بتبقى شغل في الطريقه دي، بتبقى شغله فيرمينيو بقى بقت ايه؟ هتلاقي ان دايما فيرمينيو عشان هو بيضغط بيبص وراه، عارف ليه؟ لان شغلته ان ده يعمل له ان دايما يبقى هو موجود ما بين الكوره وما بين لعيب الدايره ده عشان ياخر الراجل ده ثانيتين يلحق ده ان هو يطلع عليه. صح، فاهمني؟ يبقى احنا النهارده انا كان مهم جدا بالنسبه لي يا جماعه ان 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 جزء من برنامج اوضه اللبس ان احنا بنتكلم في التكتيك ليكتشر، بنتكلم في التكتيك، لان انا عارف وصدقوني النقط اللي انا بكلمكم فيها دي نقط عشان محدش يعرفها في مصر او محدش بيعرف يقراها، لكن الحاجات دي احنا بندرسها، وانا دوري هنا ان انا انقل لكم الدراسه دي بتاعتي، دور رساله من ضمن الرسائل اللي انا بعملها في اوضه اللبس ان انا انقل لكم الرساله بتاعتي. فعشان الناس دي ما بتعملش حاجه اي كلام، ها؟ البريسنج ده انتوا بتنزلوا تبقوا فاكرين ان في الملعب ان الراجل الناس اللي بتنزل دي يلا اضغط يا شباب ونضغط من فوق ونجيب الكره بسرعه زي ما انتوا بتشوفوا في الدوري المصري في فرق كتيره، ان الناس وما فيش دلوقتي جمهور فتسمعوا انا بضغط بتاتا اربعه وظهري عريان ولا والناس بعيده والخطوط بعيده عن بعض وبتاع. الناس بتتسال بتقول هو ليه الدوري المصري مختلف تماما عن الدوريات اللي بره، غير ان حاجات كتيره جدا، نقط كتيره جدا، اللعيبه دي بينزلوا الملعب عارفين بيعملوا ايه طبعا. كل خطوه، يعني فيرمينيو، بص فيرمينيو بواقف قدام الراجل ده في الحته دي، لو عمل كده بس تمام، الراجل ده ما يقدرش يروح يضغط فوق، لازم يستنى. زي يعني على سكيل محلي لما جوزيه كان ماسك الاهلي كان بيحاول بيخلي بحسام عاشور يروح على شيكابالا مثلا، هو ده رياضه كان بيلعب عليه مان مثلا بالظبط، ان هو عارف ان هو بدون مثلا شيكابالا انا كده بوقف الزمالك. ف ما هو في المدربين في مصر عندهم افكار. بس انا انت متخيل يا هشام ان ده الراجل فيرمينيو ده لو ما عملش دي وراح جاي كده، ده ما يقدرش يطلع يضغط عليه، فده يستلم ويلف، كل الناس دي اتضربت، باي باي خلاص، كل السيستم اللي هو شغال ده. لو لعيب واحد ما عملش الشغلانه بتاعته، عميدو اللي انت بتقوله ده اللي خلى مدرب زي يورجن كلوب لما يمسك حاجه زي دورتموند او ليفربول لما يقول لهم انا عندي سنتين، ليه سنتين؟ انا لسه بجيب لعيبه، والكلام اللي انت بتقوله ده
كل يوم بنقعد نعيد ونزيد فيه لغايه لما يوصلوا للليفل ده. فده اللي احنا بنقوله، الناس هنا شايفه ان الكره بسيطه، هي الكره بسيطه لو انت بتسمع الكلام كلاعب نازل بتاخد المعلومه وبتنفذها، وهتنفذها كام دقيقه في ال 90 دقيقه، وعشان كده بترفع لياقتك البدنيه عشان تنفذها 90 مره. هشام في ماتش الاهلي والزمالك الزمت ايمن حفني وكهربا ان هم الناس ضحكت ان هم يلعبوا على حسام عاشور وحسام غالي عشان الناس دي اللي بتلعب الاهلي كوره، قعدوا يتريقوا عليها 6 شهور. النهارده استغلوا يعني الموضوع، ما تريقوا 6 شهور. النهارده يا جماعه في الكوره لو في لعيب واحد ما بيعملش مهامه الدفاعيه الدنيا باظت. هشام رشاد النهارده قدم لنا قصه جميله جدا عن كلوب، ربنا يخليك، وركبنا قصته على ليفربول وازاي ان هو تطور تكتيكيا، وكل اسبوع هيبقى معانا قصه ان شاء الله بنتكلم فيها. نورتنا يا هشام، انا لو كنت استفدنا بشكل كبير جدا من القصه اللي انت قلتها. الاسبوع الجاي هنتقابل على خير بإذن الاسبوع الجاي. السنه الجايه في البريمير ليج لاعبتنا المصريين هيلعبوا قدام يورجن كلوب وقدام ليفربول، وهيبقوا شغالين ان شاء الله كويس جدا. وكلنا بنفخر ان عندنا 4 لعيبه موجودين في البريمير ليج دلوقتي، المحمدي وتريزيجيه وحجازي وقبلهم محمد صلاح. نفسي في رمضان وان شاء الله يعني لازم نحاول يبقى عندنا لعيب او 2 كمان، لان كلنا بنفخر باي لعيب بيلعب في التوب ليفل وخاصه في البريمير ليج.